الحاشي وعقرنا والبصل وقطعنا بصلية حاشي يحبها قلبك. تقريبا قطعنا أكثر من 85 كيلو بصل بنزل على الجدر وبدون ماء. شابه شابه يلا حبابي ثقيل حاشي حاشي بسم الله وننزل البصل وننزل التوابل هدية زيتون للوالي شابه يلا حبابي موجود عاش نبيل عاش مليون راس بصل طبعا في هذا الطبخة يا فتى ما دمت حيا غير فتية بصلية الحاج اليوم بيلعب لعب هني عايب تم السالفة بس 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 يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بعده هذا يبغانا بصلية حاشي كامل طبعا هذا الفيديو لعيون دهران وعبد الله القليصي ونسكر عليه من ساعتين الى ساعة ونص بعد مرور ساعتين ونص نبطل الحبيب خل ترك يا ابو ناصر شبك 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 زايد ما شاء الله تبارك الرحمن والحين ابو ناصر مناخذ من مرق اللحم علشان نسوي العيش سير فيه تبارك الله وهذا العيش جهز فيري فيري وهذا بصلية الحاشي جاهزة يا سلام ما شاء الله تبارك الله وهذا شكل النهاية قرمش ايش قال ريال صحيح انه فيري فيري نايس